مدرب وطني مساعد علي بومنيجل، مدرب وطني مساعد سليم بن عاشور، ومعد بدني ايمن الجديدي من بين الناس اللي علقت على الاسماء هذوما. دونك معصب لحي هبط ستاتيو قال انه ضغط الراي العام الرياضي يدفع الجامعه التونسيه لكره القدم الى الاستنجاد بعلي بومنيجل وسليم بن عاشور لتعزيز الاطار الفني للمنتخب في انتظار تحقق الحلم بتعيين رئيس جامعه من اللاعبين السابقين. واضح دونك معصب لحي وضح رايه. نحب نسال ارائكم، مع العلم انه بالارقام وبالمنطق هذوما ما يصلحوش لتدريب المنتخب لهما للمدرب الاساسي، معناتها بالارقام سليم بن عاشور وعلي بومنيجل عندهم تجارب فاشله جدا في اقسام سفلى، حتى في تونس فشل كمدرب حراس. المعد البدني من جديد هما الناس الكل يقولوا معد به، اما شنو راي ناخذ واحد مثلا ديما يدافع على وديع جري اللي انا بدي نحترمه، بلال تفعل وديع جري حسني كاين راجل صبر في الفلوس الشر. دونك مش مشكله هذيك تقعد بينك وبين مولاك تفاصيل تفاصيل ربي سبحانه وتعالى ولجنه التقصي الحق انا رياض جراد بتاع وديع جري. دونك ما رايك يعني فما ساعه انقطاع اعلامي، الجامعه مطفيه الناس الكل سمعوا كلام، علاش ما صرتش كونفيرونس؟ ما يصير حتى شيء، ما يصير حتى شيء. باش نقول جمله من بعد نخاف لاني قعدت نحاسب عليها. وعلاش يصير كونفيرونس؟ كون فما صحفيين تو يدافعوا. باهي شنو رايك بليل؟ انا بالنسبه لي ان شاء الله ما تكونش منهم بليل، يلا. لا لا انا بالنسبه لي انا فما مثل تونسي يقول لك في الهم عندك ما تختار. الحقيقه نتاع ربي معناها هما هكاك وبرا علي بومنيجل وسليم بن عاشور ما عندهمش تجربه كبيره في التدريب. لا ما عندهمش بالكل. ما عندهمش بالكل. كل قايم ما عندهمش بالكل، اما على الاقل عندك زوج جوارات هازين تيتر، هما هازين كاس افريقيا، ملاعبين كوب دي موند، عندهم شويه خبره. اوكي في الميتون قول لي في الميتون وخاسرين مع مالي واحد بلاش، يلا الاولاد ماركينا ضد المغرب. يلا سانتوس ماركيها، لعبنا راهو ربحنا السنغال وربحنا نيجيريا بينالتي بدرة. انا ما نتصورش، انا ما نتصورش، ما نتصورش مثلا وديع الجري ولا المكتب الجامعي بكله ما يحبش يترشح لكاس العالم. ما نظنش كان فما واحد ابار وديع الجري قاعد يقرر يلا حق. لا 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 مش يقرر، ما يحبش يترشح لكاس العالم 2022. علاش تتهرب؟ مش نتهرب دونك. علاش؟ لا لا هو خذي قراراته. ستوب 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 بالله ناخذوا هشام بن جمعه باش نزيدوا نلخصوا شنو صار حضروا لنا، اما هاو اشكاليتي انا في تونس برشا مرات شكرت وديع الجري، يبعث لي واحد وليت من جماعه سي وديع، باهي نطفي الضوء، انقذنا سي انقذ سي وديع، قلت ما يجيش كبير ماكش وليت تكره سي وديع من جماعه كذا. اخي واحد ما نجمش يعطيه، علاش بليل؟ ما هذيك المصيبه، حتى كان تحب وديع الجري تجي تقول راهو اختيار سيء ومواصله. انا قلت لك لحظه ومواصله لسلسله اختيارات سيئه في ثلاث سنين الاخرى من المفاوضات مع نبيل معلول وانتجي، سلسله اختيارات سيئه جدا، والثمن اللي صاير مردود تعيس للمنتخب اللي التوا لعب 90 دقيقه، كل ماتش هنلعبنا الميتون الاول هنلعبنا الميتون الثاني، وحتى مردود ان شاء الله نترشحوا لانه مالي فريق ضعيف، لو جينا جمعيه في فورما فريق ضعيف مالي نكوروا بها. انا شو رايي لو فرنسا ونجموا رانا نترشحوا إيه. بالجوارات وبالقلايب ان شاء الله. انا بالنسبه دونك هذه مواصله لسلسله من الاخطاء سي وديع الجري. والله انا معناتها انا برشا حاجات تعجبني في كاريرو سي وديع، كيفاش خلط، كيفاش عمل، كيفاش سيطر على الكره، كيفاش سيطر على الجمعيات الكل حتى الكبرى والصغرى ولا يحكم فيهم، عنده قوه، عمل نادي الحكم نادي درشنوة اموال كذا وكذا، اما في اختياره للمدرب فانه فشل رهيب. اولا الرقم نقولوا 10 مدربين مش 13 فما اللي شدوا وقتين في 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 10 سنين، المدرب ما يفوتش العام وبدل ونحي وحط ونحي عادل حط الثاني والقادري وبومنيجي وسليم بن عاشور، معناتها هناك اختيارات سيئه جدا. يا ربي نترشحوا ضد مالي لانه حتى ما غير مدرب نجموا نترشحوا ما غير مالي. شوف هنا نوفر نكون واضحين، لو كان جاتنا السنغال ولا جاتنا الكاميرون ولا الجزائر ما نمشيوش خير، ما نمشيوش خير ضد مالي حتى ما غير مدرب نترشحوا، وانا اعتبر تونس اليوم ما غير مدرب، وان شاء الله يا ربي بالقلايب نتاع الجوارات ولا واللي باش يحفلوها معاهم تعمل لنا كابتن مالي تو تخسر. انا بالنسبه لي نخسر، علاش ما تنجمش تقول نعتبر خاطيني راي؟ سؤال، علاش ما تنجمش تقول اختيار وديع جري خاطئ ومواصله لاختيارات خاطئه من
منظر كبير. سي وديع جري قبل كاس افريقيا حاول يبدل منظر كبير، معناتها معترف انه مخطئ. ايش قلت لك انا؟ قلت لك انا معلم هو. هو كمل وتر الجو. سامحني لو قلت لك معلم هو، انا بالنسبه لي انا اذا انت كوديع جري مثلا ما تحبش تعين مدرب اجنبي، راهو بالنسبه لي انا ورايي الشخصي هذا ينجم يكون غادي نجم فما زوج من عدي نبيل معلول وفوزي البنزرتي، الباقي كل مع كل احتراماتنا ليهم حتى في جمعيه كبار تونس ما يلقاوش بلاصه، ما يلقاوش بلاصه راهو حتى في جمعيه تونس. سيبيلين قالك لي جوار ما يحبوش فوزي البنزرتي، لي جوار هو جاي يخطب باش يخطب ولا باش يقول مش قال هكا وديع جري. قال الركو فوزي البنزرتي عمل تصريح قال انا نقعد في الفستير ويدخل وديع جري يفحج عليه ويبدا يعطي في التعليمات للجوارات. قال فوزي البنزرتي في تصريح مع صاحبي بكر يا خويا ما فما جلسه فهمت الفرق. زاد اسمع اسمع زاد حتى جمعيتك انا جلسه جمعيه ضايعين خلي يقول خلي لي خلينا نقول لك حاجه كل واحد ما زاد صحيت ما زاد الجمعيات ماله ينقصوا شويه زاد من المصالح نتاعهم. اخويا انا ما عندك جلسه ايش بيكم تسبوه في وسط العام وتاكلوا له قلبه وبعد كلكم ترفعوا الورقه الخضراء. اي مو يا خويا يا امشي يقفوا جيبوا رئيس جامعه جديد لانه بلال خلاص تتصلح مش رئيس جامعه جديد معناتها مش هذا لانه فما فوضى وفساد في كورتنا وهذا اللي صار هو راهو قال الاخر تعرف انت اذا باش ترشحوا نهايتهم جمله حتى راهو نحكي لك على التوانسه راهو رده فعل باش تكون عنيفه مش غادي من عنيفه. الحمد لله جات ماتش سهل ان شاء الله نترشحوا ما يبي فولا يا بلال جوار في تونس قال لك لنا نكوروا ثلاث اشهر في العام راهي فضيحه الريتم اللي نكوروا بيه. بالحق شو راهو المنتخب شوف الاوروبا كيفاش تكور ما وقفتش والله لا يحضر جمهورك هذا متعارك مع الداخليه متعارك مع الرياضه متعارك تصلح امورك رجع الجمهور ورجع ادرا شنو صلح الكوره شويه راك مسؤول على الفرجه في تونس ورجع التلفزه الوطنيه تعطيها بليش البث في البث اعطيها بليش البث ورجع التلفزه ورجع لحد رياضي ورجع خلينا ترجع كوره شنو جمعتين مقربين قالوا مقربين ويحب يلصقها باربع صحفيين يحب يلصقها في وزاره الشباب والرياضه، ترجعت لهي بالكوره سيبونا معنا.